يا مرحبا، احنا مبسوطين احنا معاكي. الفتره الاخيره مكسره الدنيا مسرح بقى وعروستي. كلميني عن عروستي الاول. انا جايه ابارك لزمايلي وبتمنى لهم النجاح ويا رب ان شاء الله يكسروا الدنيا. هل يعني مرهان في الحياه حب ولا صالونات؟ حب. المسرح، كلميني عن المسرح وتجربتك مع المسرح. مبسوطه بيها جدا، محظوظه جدا اني عملتها، اتعلمت منها كتير قوي وبتمنى اكررها كتير. الفتره الاخيره شفناكي ترند على السوشيال ميديا، وايه الشبه اللي بينك وبين كارديشان؟ بس بجد بقى كفايه السؤال ده بقى، والله ما بقتش عارفه السؤال ده ايه بقى. مش عارفه لسه الشعر برضه. العينين السوداء. الفتره الجايه نشوف ايه جديد ليكي؟ داخله ان شاء الله تصوير بيت المعادي. بعمل شخصيه بتدور احداثها في فتره الستينات، اتمنى تعجب الناس يا رب. حمو بيكا معاكي في المسرح، عامل ايه؟ عسل جدا جدا، بحبه عسل. انت ممكن تعملي ديو مع حمو بيكا؟ معرفش.